السلام عليكم أعزائي متابعين صفحة عالم الفقاسات، تحية طيبة لكم جميعا. اليوم جبنا لكم عاكسات جديدة مستوردة خصيصا إلى مكتب عالم الفقاسات بالتعاون مع مكتب نصر. هذه العاكسات بسعتين، السعة الأولى 300 واط بمعنى أمبير وثلث، مناسبة جدا للفقاسات المنضدية مثل 30 بيضة 28 بيضة 56 بيضة، هذه جدا مناسبة لها وسعرها مناسب جدا، سعرها 100,000 دينار. وعاكسة ثانية بسعة مقدارها 600 واط تقريبا 3 أمبيرات، هذه العاكسة أيضا مناسبة للفقاسات المنضدية والفقاسات العمودية مثل 60 وال 120 بيضة. العاكستين مزودين بشاشة LCD تعرض للمعلومات كاملة، معلومات الشحن، معلومات التيار والفولتية من الوطنية. العاكستين مزودين بمنظومة AVR بمعنى إذا انخفضت الوطنية إلى فولتية أدنى شيء 160 فولت ترفعها للفولتية إلى 220 فولت. إذن أنت راح تكسب هاي الأجهزة شغلتين، أول شيء أنه تشتغل عاكسة، ثاني شيء تشتغل كAVR كرافع قدرة من 160 فولت إلى 220 فولت. هذه السعة اللي هي 600 واط سعرها 120,000 دينار، وهذه السعة اللي 300 واط سعرها 100,000 دينار. متوفرة هذه الساعتين في عالم الفقاسات مع كفالة إن شاء الله، وإن شاء الله متوفرة في كل وكلاءنا بالمحافظات قريبا. تحياتي للجميع.